أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: تشكيل غرفة للطوارئ بعد الهزات الأرضية في المرج، تدشين محطة ركاب ميناء الشعاب بعد توقف لأكثر من 10 سنوات، والأخضر يتلقى خسارة ثقيلة في الكونفدرالية الإفريقية. كلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد لدبيبة وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في بلدية المرج، وذلك للتعامل مع تداعيات الهزات الأرضية الخفيفة التي حدثت في المدينة في الأيام الماضية. وتأتي الخطوة على خلفية خطاب أصدره عميد بلدية المرج طالب فيه بتجهيز غرفة طوارئ للمدينة وتزويدها بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة للطوارئ. أشرف وزير المواصلات في حكومة لدبيبة محمد الشهوبي على مراسم تدشين محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الذي افتتح بتسيير أولى الرحلات البحرية نحو مدينة جرجيس التونسية بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات. أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إعادة تشغيل محطة الدور التابعة لحقل البيضاء بعد توقفها عن العمل قرابة 9 سنوات نتيجة الظروف القاهرة والعجز في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المحطة. أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان في سرت استئناف أعمال تنفيذ الخط المغذي لمشروع خزان 5000 متر مربع بحي السبعة، ويهدف المشروع إلى تغذية الأحياء الغربية لمدينة سرت بمياه الشرب. تلقى فريق الأخضر لكرة القدم خسارة ثقيلة أمام مضيفه فريق ماروما غلانس الجنوبي أفريقي ب4 أهداف مقابل هدف في مستهل مشاركته بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. تستضيف مدينة غدامس خلال شهر مارس المقبل فعاليات الدورة 5 لمهرجان مزدا الدولي للأفلام القصيرة تحت شعار السينما مرآة الشعوب، وذلك بمشاركة عربية ودولية. وباشرت لجنة فرز المشاركات في اختيار القائمة النهائية للأعمال المرشحة للمنافسة، والتي سيعلن عنها بعد قفل باب المشاركة في 20 من الشهر الجاري. نهاية هذه النشرة، وإلى اللقاء.